let it bang. هذا كبش ما شاء الله. هاي اول مره بشوف هيك كبش كبير دون بالطحن. هذا انباع بس عن جد كبير شيء. السلام عليكم حبايبنا، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد ومكان جديد، ان شاء الله ينال على اعجابكم. اليوم جينا على منطقه مثل ما قريتوا بالعنوان، شجره عمرها 10 قرون، اي نعم 1000 سنه عمرها. طبعا بتجي ثاني شجره بتركيا بعد بورصه اللي عمرها 2700 سنه. جوناتو شلون الاجواء عندك؟ اليوم مرحبا، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جو ريفي بامتياز. طبعا جوناتو هي من اهل الضيعه، بتحب الضيعه كثير، بتحب اللي هي خويريف وريحه الخويريف شغله كبيره. حسيت هالفيديو كثير مميز عندي لانه ذكرني بجو الضيعه وضيعتنا وفيها خواريف وبقر وشجر، خاصة كثير حلو. خليكم خاصة معنا. الجو اليوم كان مغيم وحوالينا جبال، وصايره هي المنطقه الميدان هذا والساحه هي صايره واطيه يعني، وحوالينا كلها جبال، فالجو كثير حلو. فتابعونا لنهايه الفيديو ولا تنسونا باعجاب. مثل ما لكم شايفين هي الشجره اللي عمر 1000 سنه، دور مدارات 14، الارتفاع 25 متر. سبحان الله، هاي الشجرة. طلعوا على الجزء تبعها هاد، يعني مغطي المكان في أكمله. وفي شجرة دي كمان كبيرة. هذا الميدان مثل ما لكم شايفين، سبحان الله الجمال. شوف العمود اللي عاملينه هون، شكل كثير حلو، شكل كثير جمال. هاي جون، شلون هوايات معك؟ كثير حلو. هنوني قلبه شربني كولي. اليوم جايبين هاني معنا، ورجيون هاني. هاني الله مرحبا. شلون الاجواء هاني؟ عجبتك؟ كثير حلوة، ما هوايات بتجنن. جبل، شايفين جبل ورا الشجر؟ ما مبين عليكم. طبعا هذا المشاغب قلبه ما عم بهدي. قلبه طلع علي، قلبه طلع علي، ايش بدك؟ ها؟ احكي. هاي الخالي عم تسوي لنا عجينة. اتعلم منها. هذا السوق، طبعا كل شيء طبيعي هون، كل شيء بالارض لهون. يعني بتحسوا بهذا الشيء وانتوا عم تمشوا بهذا بالسوق، بتحسوا انه كل شيء طبيعي. يلا جونات ورجيني شطارتك. انا هي اللفه ما بعرفها، هذه هي حركه طويله. شغلني عندها؟ يا ريت يشتغل. عندها قاعده يمين شمال يسار ضبط. هلا هي مثل الخبازي عندنا،
والله ما بتشبه الخبازي، انا ما اظن، ما بعرف شو قلتي اسمها. مريحة تبين هو شويته. ما شاء الله رققتها كثير. كبرتها منيح، صارت عض القرص. يو. ها؟ هلا هيك عم تحط الجبنة. في جبنة، في جبنة مع بطاطا، وفي هاي الخبيزة ايش عرفنا. بدنا بالجبنة هي. حطتها نص كيلو ايش اسمه؟ جبنة. خلينا نعدي. لا تبعد. طبعا بدل التنور هون، بالعادة لازم ينحط بالتنور، بس هون غاز على الصاج، خبز صاج. الله ما نشوف شو الحقه. بورج مزنا قدر عندي؟ شو هذا عبيد؟ هلا ما دام أوتوس تلمة 30 ليرة حقها، هاي وجبة غداء يعني. هلا بعد ما بتخلص بتقسمها ثلاث أقسام وبتصير طيبة. الله هيك صارت جاهزة، قسمتهم هدول. طبعا مو بسيب 30، هذا يرمخهم لبعيد. البطاطا وال هي ب 10 وهدوك ب 10 والبطاطا مع قشر. شو ما بعرف وهي جبنة. الوحدة ب 10 يعني. هلا بنحطهم صحن. قلبه انت ما خلصت وسطك، ما عارفين في شيء جاي، في اكل جاي على الطريق. الله هي الجبنه، وهي بطاطا مع الجبنه، وهي هي قريشه حيطه جواتها بس الخضره. قريشه معي ما بعرف ببيعوها بالبازار. دو جونت جو شلون طعمته؟ دو هني شو اعطونا رايكم؟ الله يسخنها كثير طالع عنا. هي كاسات اللبن بتشهي. تشبه لبن الغنم والله كثير طيبه. شو هالضيعة غير. تسمع الخبيزه؟ خبيزه؟ طبعا انتوا نسوان بتحبوا الخبيزه، انا ما بحبها. طيب عندي اكل الجبنه. هذا شاي على الحطب على النارات جاهزه. كلها هيك. وينك؟ انت دركتور القديم. هي بيوت الضيعة، الجبال كثير حلو. طبعا الشلال كان هون، الشلال بالشتاء بس بشتغل، بالصيف ما هو شغال، نشفان. شجرتين هون لسه مو معبى بس مو كبرانة على السوا. ريحة التين شغلة بيبي. الله هيك بعد ما خلصنا بالشجرة الكبيرة والقديمة والعملاقة والضيعة الحلوة وكل شيء فيها، جينا لمنطقة تانية قريبة عليها، في حوالي 2 كيلومتر. طبعا المنطقة هي خاصة يعني منتزه بس مغلق، يعني إجراتلي يعني بالمصاري. تدخل عليه كل عيلة ب 20 ليرة، تدخل لهون بسيارتك أو بدون سيارتك، بتجيبوا شوياتكم، بتجيبوا أولادكم، بتجيبوا اللي بدكم إياه، تدخل لهون. طبعا كله شجرة حابب أصور لكم إياه كلياته. ما كنتوا شايفين الالعاب وراي، في قسم الالعاب الاطفال كله موجود. الله اسم راح اورجيكم اياه فوق من برا، بالمباراه هو اسم لشخص يعني، مو انه تابع لدوله، فهو تابع لشخص هو مستثمر وعامله. الله بصور لكم اياه كلياته بكل تفاصيله، فتابعونا للنهايه كمان. طبعا الله جينا هذا المكان، الدخوليه مثل ما وقت شايفين 20 ليره. حسين اوغلو يعني ابناء حسين اسم المكان، بيكنيك الانمز من الساعه 9 للساعه 10 المساء. تدخلوا معكم منقل، طبعا دخلي هون تاخذوا بليته ب 20 ليره، ممكن تستاجروا منقل من هون كمان ب 20 ليره، وتدخل لجوا مثل ما شفتوا، الجمل، الحصان، الالعاب. البيرو هيا بنا. الله صرنا هاني ركب الفرس وجناته ركبت الجمل. يلا الى الحج، ايام زمان اولي كان يروحوا على الحج على الجمل. جمل. أجراس بيت لحم. صح.
صرتي بالطابق الفوقاني انت يا هاني فارس الفرسان، هات مشاعرك. بجد شلون كان يروحوا على الحج لكن؟ شلون كان يروحوا على الحج؟ تعب لكن؟ هاني خبط لك خبطتين روح بالفرس. طبعا الدورة هون بعشرين ليرة. بس تجربة حلوة كتير يعني ركوب الجمل. قبيلة الزين راحت ما ضل زين. البير البو رندي ما شاء الله. والله في 3 امتار. حلو الجمل ما شاء الله. انه الجرس يعني عمل حلاوة يعني. على هزة عم دق الجرس. يا حركات ليش الجمل أهم من الحصان صاي يعني؟ سفينة الصحراء. طبعا طلعت على ظهر الجمل بتكون عن طريق السلم. هيك بتكون انتهت الرحلة. هاي البو وهنوني صاروا جوا عند الطيطة. بام 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 هم شغالين محمد رمضان على السيارات. يعني شايفين فئة الأغاني العربية؟ البو نطوت يلا. طبعا هي نص ساعة بعشر ليرات للشخص. نط البو هاني نط بعد نطوت بعدين لا تشكلي بالحبل يا ايه حلاوتها بالنطة هاي مشان هيك تنطوت السلو. شايفين مكان كثير حلو وسيع كثير. كل مين معه سيارة بجيب سيارته بجي لهون. معك من قال عدة شوي بتجيبه معك، ما معك الشوي الفحم كله بعشرين ليرة طبعا من عدد اللحمة عدة الشوي يعني. طبعا والدخولية لهون بتكون بعشرين ليرة مثل ما قلت لكم. نطوت بيكن هاني هاني عملت تقالات نت حالك نت حالك زد حالك زد حالك هاي باللبناني نت حالك يلا مام ها شو شلون بدي طب هلا لا 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 لازم تاخذ خلي زدت عادي هذاك صغير على اساس نطوت يعني
اخبطوا ببعض اخبطوا ببعض. الله اصوات الاكابر. انا ثلاثة في بعضهم. طبعا يلا نحن جينا على بارك ثاني، انا بصور لكم اياها فكرة. اسرع اسرع، دعسي دعسي. باي باي. هنوني اخبط ماما. هبقطك من فوق. خلصت؟ لا. يلا جون يمين شمال يمين شمال. اي بجون والله. انا ري ما في. بدك تغيري انت يمين شمال. لفاني لفاني. برافو. هنوني صار شوفير. شو هذا عم صيح؟ طبعا في جورج حنان، في نطاطة، في أحسني. شو هذا عمومي لخصوصي؟ عمومي لخصوصي. ينصح الإطار نادر قليل جدا، يعني قليل كثير لحد حدا يعرف المكان بإزمير. ما عرفتك يا حركات. يلا مرت الجاي لارا وحمودة. وين علقتي جون؟ علقت ماما، علقت. روح خلص ماما روح. عم طالع اجرى عم طالع هذا يعني. اوب فرحانة كثير البنت. هو ليش حيسة مو سباق خربيطة؟ هذا حيسة أكلت ضرب. ها روح أنا لف لف لف. طلع الجمل حصان وجمل. يا حركات. أصدقائي الله، مني ومن جوناتو ومن هنوني بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون نال على إعجابكم واستفدتوا منه. لا تنسوا تدعمونا بإعجاب وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا بفيديو جديد الأسبوع القادم إن شاء الله.